بعد إطلاق مصر للقمر الصناعي نكسات واحد بأيام، القاهرة أعلنت نجاح استقبال أول صورة منه لمدينة أسيوط. دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قال إن إطلاق القمر الصناعي كان بهدف توطين تكنولوجيا الفضاء من خلال تصميم وتصنيع قمر صناعي تجريبي يصل حوالي 67 كيلوغرام وإطلاقه وتشغيله. الهيئة القومية للاستشعار من البعد استقبلت الصورة اللي التقطها القمر وبتصور مدينة أسيوط بدرجة دقة 5 أمتار. القمر الصناعي الجديد ممكن يستخدم في بعض التطبيقات الحيوية زي التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني، وده بعد إعادة التصحيح والمعالجة اللي بيقوم بها المهندسين في محطة الاستقبال بأسوان أو العلماء المتخصصين طبعا في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. دكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء قال إن التجربة ممكن تساهم في النهوض بصناعة الفضاء وصناعة المعلومات على المستويين القومي والإقليمي وتقديم خدمات ذات عائد اقتصادي وتنموي على القارة الإفريقية.